السلام عليكم بيت مودة. الليلة مناقشتنا وكلامنا كلام مهم شديد، لأنه بدخل في حياة وعوالم تانية. الليلة التفاخر، أنت تتفاخر بأهلك وأنا أتفاخر بأهلي، أنا هالي كدي وأنت هالي كدي. يا أخوان الكلام ده ما صح، لحد ما أمشي وأجيكم راجعة تاني نتناقش في الموضوع ده. التفاخر يا جماعة، وأنا سهيلة كده دار أبدأ لكم أول شيء. التفاخر بين الزوجة والزوج، الزوجة تشبك لك الولد، أنت ما شفت أهلي، أنا أهلي سووا، أنا أهلي عملوا، العرس حق ود أهلي ده كيف، الناس بيتنا عندهم، الناس بيتنا عملوا، النهار كله شابكاه أهلي عملوا وأهلي عندهم، وأنا بيت فلان، وأنا أمي بيت ناس فلان وكده. يا اخوان الكلام ده ما صح. هي الحاجة ده انا ركزت سواقفة في البنية ليه؟ لانه عند النساء اكتر، يعني في يعني بعض الرجال يمكن الواحد اي زول بيحبها اي زول زي ما بقول زي اي زول بيعجبه صاره، لكن اهلك حقه اللي رقبتهم وقريشه اللي رقبتهم ما تقعد يا بنتي. مش هي مش مع زوجها وبس، دي في اي مجتمع بتقعد تقول لك نحن مع ناس فلان الفلاني، نحن ما عملنا، ناس هم عملوا، ابوي عمل، اخوان عملوا. يا اخواني الكلام ده كده ما صح. حتى بتكوني مسيخة، حتى بتكوني ما لك اي قيمة بين الناس، حتى وناس تدي لما تقعد الناس بيشيلوا هم، تقول لك هسه ها فلانة جات هسه حتسبقنا ليك، ناس بيتنا، نحن عملنا، نحن عندنا، انا بنت فلان الفلاني، انا ام فلان بنت فلان كده. فيا أخي كل زول ربنا بديه ورزقه يحمد الله عليه، وكل زول التفاخر بالأنساب، التفاخر بالناس، الحاجات دي كلها ما هي نعم من ربنا ونحمد ربنا عليها، الزول الأنعم ربنا بالمال بكدي ما تقعدي يعني النهار ما طال. أو مثلا في أي مجتمع أنت تفكي المجتمع نحن وعملنا وكده، وقت وأصعب حاجة تعرفي إنه لزوجي الرجل ما في شيء بكره في زوجته أو يحس بالملل إلا لما يحس بأن شنو دار تدعالة أنا فعلتي أنا هذا خلاص أنت كنت أصلك أنت هذا وقدم هنا. فأحمد الله على النعمة دي، لكن ما تقعدي في أي مجتمع في مع زوجك ده لو كان أي حاجة عملها هاي عملت كده جبت كده ها 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 ما شفت ناس أخواني ما شفت فلان أخوي عمل شنو جابه كيف وسوا كيف. يا أخي كده ذاته بتكرهينه ذاته ولا يجيب ليك ولا يعمل لك، وفي حين انه والله كل مرض بكون بوبار ساي ولا بكون صح. ان جاب لك اي حاجه تقول له لا ما زي حقت ناس بيتنا ما شفت انا، والله كده حياتك معاه قصيره وبمين منك، والحياه بتكون ماسخه. خليك زوله فاهمه، خليك زوله مثقفه، خليك زوله بتخاف. يلا يا اخي كده انت ذاتك والله بتقللي من نفسك ومن حق نفسك، ما تتفاخري بالحاجه اللي عندك وكده. والله انا بقول لكم كلام ولا ما بقوله سهل، اي زول بتبوبر وبتفاخر فيه نقص، واي حاجه بتقولي نحن والله ربما ذات بتقولوا كله لكم صح. وفي ناس قريبين منك يقول لك ها 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 الله دي ماشي بها كده بوبار وكذب سهل. يا اخواننا نبعد من التفاخر، نبعد من انه نترفع على الغير. اترفع واقعب ترفع تترفع على زوجي من الرجل السوداني ده، الله تترفع عليه نزلك بالراحه. شفت شنو؟ حتى لو عنده ولادات هنا، حتى لو ما قدر يفوتك ولا كده ولا براعي لحاجات كثيره، لكن ما بتكوني في حساباته. اعمل حساب كان مش الواحده تفقد قيمتها عين راجلها بالكلام الشين، وبعدك تجي تتبكى مره واحده تجي تتبكى، لان هنا ما في لحد ما الاقيكم في موضوع ثاني بيت موده. وتحتكم الله.